أنا أختي نبي نشارك في البرنامج هذا، معلش يعني ولا مؤاخذة. تفضلي. أول شيء شكرا يعني على هالبرنامج القيم. بالنسبة للموضوع ككل يعني المرأة بين القوة واللين، هيك العنوان بتاعك. نعم صحيح. أيوة، هو كقاعدة عامة هو رجل ما يبيش المرأة الناجحة بصفة عامة يعني كنفسية، لكن إحنا كمؤمنين ما دام الرجل مؤمن والمرأة مؤمنة وزوج وزوجة دائما فيه يعني تقوى الله في بعض. صحيح. لكن لما يختل الشيء هذا بيناتهم الرجل دائما ما يبيش المرأة تكون أفضل منه، سواء كان أب ولا أخ ولا أخت في مجتمعاتنا بكل أسف. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حاجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا لحكمرة. لذلك المرأة الناجحة سواء كان قوية في شخصيتها كدكتورة ولا محامية ولا كذا دائما تلقيها تحارب من المجتمع بصفة عامة صراحة، يعني هذا رأيي الشخصي. لكن بالنسبة للوضع الثاني اللي بنكلمك عليه اللي هو المهم واللي أنا عايشاته هنا في الغربة، مثلا فيه بعض النساء يجوا هنا لبريطانيا ولا يجوا لأوروبا يجوا كمهاجرات ينغروا بالحياة اللي موجودة هنا، يكونوا زي ما يقول زي ما تقولي فريسة سهلة للمجتمع الغربي إن هم يستغلهم يتمردوا على أزواجهم يتمردوا على عاداتهم وعلى تقاليدهم، وخاصة في الفترة الأخيرة هذه الموجة من الهجرة اللي صارت من سوريا ومن العراق يعني في السنوات الأخيرة هذه 2019 و2020. بس هي كقاعدة عامة صعب جدا أنك تقنع الرجل قدامك أنك أنت ناجحة، صعب صعب جدا، قليل ما تلقي رجل يعني للأسف عربي يكون يعني صراحة يشجعك بأنك أنت تكوني متفوقة في حياتك العلمية والعملية، لأن هو دائما يحسب نفسه أنه هو الرجال قوامون على النساء، يأخذ فيها من الجانب هذا. وصلت فكرتك آسيا، بارك الله فيك، إن شاء الله تتعلق دكتورة على كلامك. شكرا. يعني صراحة معظم طبعا يعني كلامك فيه شيء كتير جدا من الصحة، خصوصا في المجتمعات العربية عندنا أن معظم الرجال لا يقبل المرأة من هي أقوى منه فكريا عمليا إداريا، لا يقبل من هي المرأة القوية الناجحة، يعني هي قالت الناجحة وضربت مثال يعني المهاجرات بيجي يعني يتخلصوا أو يتحرروا من الفكر اللي كان موجود أيا كان اللي بيحصل. لكن خليني أتفق معاكي أن فعلا معظم الرجال مش كله في غالبية عظمى لان ممكن في المجتمع العربي احنا عايزين نفور ونمسح الدماغ دي صراحة ونغسلها ونطلعها نظيفة من جديد. ابدا والله، احنا لو بصينا يعني سيدنا عمر اتى للسيدة حفصة ابنته بمعلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كان بيعلمها كذا فكانت تحب فكان يأتي لها حتى تكمل تعليمها وتكمل شغفها وتكمل امورها. يعني الامر اللي زي ده محتاج ناس فاهمة. انت بتقولي لو حد ملتزم هيكملها، لكن لو واحد مش في دماغه ربنا او مش عارف ان بالعكس ان قوة زوجته ويعني نجاح زوجته نجاح بيته نجاح اولاده نجاح في التربية راحة نفسية كمان له، مفيش تعارض، بس فعلا كلامها فيه شيء من الصح.